ونحن أسماء سنبدأ بالفنون والأعمال الخيرية معا، حيث أقيم في أديس أبابا معرض للفن التشكيلي تحت عنوان البيع الكبير. وقد نظم المعرض بهدف دعم الفنانين الإثيوبيين والأعمال الخيرية من خلال عرض لوحات هؤلاء الفنانين ومنحوتاتهم للبيع على الجمهور، بينما يذهب جزء من رائع هذه الأعمال إلى مؤسسات خيرية. نسخته الثالثة أقيم معرض البيع الكبير الذي بدأ قبل أعوام ليصبح اليوم أكثر زخما وثراء بلوحات تعبر عن الإثيوبيين بكل تبايناتهم القومية والثقافية والجغرافية. هذه اللوحات تحدثت عن أنشطتهم ورقصهم وأغانيهم وموسيقاهم ومعان مثل الحب والغزل والجمال والأمل والكفاح. جئت هنا للترويج لعملي، فهدفي هو عمل تماثيل في دورات الشوارع، ولغة التواصل بيننا وبين الجمهور مفقودة لأنه لا يوجد ترويج لفن النحت، وأنا النحات الوحيد هنا. وتلاحظون أن عددا كبيرا من الدورات من دون تماثيل، ورغم وجود الموهبة فأغلب التماثيل الموجودة فيها هي لغير الإثيوبيين. لقي المعرض إقبالا من الزائرين المتذوقين للفن الذين شرع كثير منهم في شراء لوحات وأعمال فنية مختلفة، لا سيما أن إقامة المعرض كان من أبرز أهدافها التقاء الفنان ومريديه. لكن هناك أهدافا أخرى، حيث يذهب بعض من ريع بيع اللوحات لأعمال خيرية. أكثر من 120 فنانا إثيوبيا هم الذين عرضت أعمالهم في هذا المعرض الكبير. هدفنا أولا هو دعم الفنانين ومحبيهم، فبعد أن يبيع الفنانون لوحاتهم تذهب نسبة من ريعها لدعم الأعمال الخيرية والمستشفيات. رحبت بالفنانين من كل إثيوبيا، حيث ضمت لوحات لأكثر من 120 رساما ونحاتا اجتمعوا تحت سقف هذا المعرض ليبرزوا صورة إثيوبيا بتنوعها وثرائها اجتماعيا وفلكلوريا وثقافيا. 1200 لوحة فنية مستوحاة من عمق التراب جسدت التناغم بين 83 قومية إثيوبية، وعكست إبداع الفنانين الإثيوبيين في ربطهم بين الأصالة والمعاصرة. يسرى سراج، الجزيرة، أديس أبابا.